تكون جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء المقبل نمطية لقراءة القوانين أو التصويت عليها، وإنما ستشهد تقديم طلب استجواب رئيس الوزراء نور المالكي إلى رئاسة المجلس، كما يؤكد نواب عن القائمة العراقية والذين كشفوا بأن رئيس القائمة أياد علاوي قد يقود عملية استجواب رئيس الحكومة داخل مجلس النواب. الثلاثاء القادم بأول جلسة لمجلس النواب سنقدم طلب القائمة العراقية إلى هيئة الرئاسة، الغرض هو لتحديد موعد لاستجواب السيد المالكي. هناك شخصية سوف تقوم بالاستجواب، وأعتقد من ضمن هذه الشخصيات ستكون الحظوة لزعيم ورئيس القائمة هو إياد علاوي. الفقرات وربما بعض المواضيع المعدة للاستجواب غير معلومة حتى اللحظة وسترفق مع الطلب، إلا أن ائتلاف دولة القانون افترض سلفا عدم أهليتها كمادة تصلح للاستجواب مهددا باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لإثبات ذلك. كل نواب العراقية وكل نواب التحالف الكردستاني مؤمنين أنه لا استجواب ولا سحب ثقة لعدم توفر الأدلة القانونية، ولكن مسألة الضغط باتجاه رفع سقف المطالب العالية في الاجتماع الوطني. إذا لم يكن الطلب مستوفي للشروط التي وضعت في الدستور وفي النظام الداخلي، يقوم المستجوب بالطعن أمام المحكمة الاتحادية. وبحسب الوقائع فإن جلسة الثلاثاء قد تكون مفترق طرق لأطراف أربيل والتحالف الوطني في المضي باتجاه الاستجواب أو الذهاب إلى لجنة الإصلاحات التي قرر التحالف تفعيل حواراتها مع بقية الأطراف. علي جواد، السومرية.